متابعينا الاوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه نزال قوي جدا بكل ما تحمله الكلمه من معاني. الامر هنا كيتعلق بالنزال ديال المقاتل المغربي الرائع زكريا الجماري ضد الخصم ديالو التايلاندي تونغ بون. صراحه النزال كما قلت هيتشكوكي، نزال ناري. فبلا ما نحرق عليكم المراحل، نخليكم تشوفوا اهم لقطات هذا النزال الرائع. فقبل ما ننساو، هذا النزال يندرج ضمن منظمة انفيوجن الرائعة. إليكم أهم التفاصيل. أول عليكم خلينا نشوفوا شنو يوقع في هذا النزال. فالمقاتل المغربي زكريا الجماري هو صاحب القفازات والسروال الأبيض، القفازات الزرقاء. الخصم ديالو هو صاحب السروال الأسود تونغ بون. ممتاز زكريا، ممتاز المقاتل المغربي ابن البطولة الوطنية. برافو زكريا. ما شاء الله، يعني صراحة النزال متحرك فيه، يعني ندية قوية منذ البداية كما كتشوفوا. يعني الكل أمامكم. واو 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 واو، ضربات قوية من هنا ومن هناك. هذه هي الجولة الأولى، نشوفوا بداية الجولة الثانية كيفاش غادي تكون. يلا زكريا. اوه واش هادشي يا تونغ بون، كنضرب بالراس. يلا زكريا، صح على مستوى وجه المقاتل المغربي. ممتاز ممتاز، يلا من ضربة. شو بوم، كروشي غوش صراحة قوية. مقاتل كاميكاسي المقاتل المغربي زكريا الجماري. استفزازات مغربية، يعني ما كاينش توقف في هذا النزال صراحة. هادشي اللي عجبني، يعني ريتم قوي، ريتم كبير. برافو على المقاتلين بجوج صراحة. فنشوفوا الجولة الثالثة. اوه واش هادشي رياضية. نشوفوا البداية الجولة الثانية أو الثالثة عفوا، الأخيرة. ممتاز المقاتل المغربي، الرد كان قوي كذلك من تونغ بون. ما شاء الله الاسكيف، تناسق صراحة رائع عند المقاتل المغربي. كما قلت قوة انفجارية. شوف ممتاز المقاتل المغربي، برافو عليه. شوف هذه اللقطة الرائعة. بوم اوه، يعني لولا قوة التحمل ديال المقاتل التايلاندي كان غادي يطيح بالكا، ولكن صراحة عنده فك حديدي. ممتاز، الثقة في النفس كبيرة. الاسكيب تنشوفوا يعني التحركات، صراحة أنا بعدا تمتعت في هذا النزال. ممتاز المقاتل المغربي. أوه مازال ما سال النزال السي زكريا. الثقة في النفس كبيرة. برافو زكريا، روح رياضية صراحة كبيرة. هادشي اللي عجبني في هذا النزال صراحة، كلا المقاتلين يعني مقاتلين كبار، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. يلا نشوفوا شكون اللي غيربح. كاريا الجماري، كتشوفوا بهذه الطريقة استطاع المقاتل المغربي زكريا الجماري باش يفوز في هذا النزال. صراحة اللي كان نزال قوي جدا. فزكريا ابن البطولة الوطنية تدرج يعني في البطولة الوطنية. هذه رسالة يعني الإخوان اللي تلعبوا يعني في البطولة الوطنية، سواء الكيك بوكسين والمواي تاي، يبقوا دائما مأمنين يعني بالحدود ديالهم، يعني يبقاو يخدموا على ريوسهم كما تنقولوا، يتقاتلوا على ريوسهم إن شاء الله ما يكون غير الخير، فيأمنوا يعني بالقدرات ديالهم. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى من الاخوان اللي مهتمين بالرياضات القتاليه ما ينساوش يشتركوا في القناه، غادي يكونوا ان شاء الله مفاجات في الفيديوهات القادمه، غادي يكونوا يعني فيديوهات جديده اكيد. هذا النزال كنظن ان يعني قبل شهر تلعب، فمبروك مره اخرى للمقاتل المغربي زكريا الجماري. ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم، وما تنساوش كذلك تخليو النصائح يعني والرسائل ديالكم لهذا المقاتل المغربي الرائع، انه اكيد انه غادي يدخل وغادي يقرا التعاليق ديالكم. تبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.